السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. هذا النهار عندنا الضياف وغادي نشارك معكم شنو غندير لكم معايا. تما غندير اللحم بالبرقوق، هو عندي اللحم هنايا وغادي نديرلو العطرية ديالو. غنديرو الملحة، نديرو شوية حبة كحلة، نديرو شوية كركم، ونديرو الزنجبيل، غيبقاو شوية هكا كبار، واحد شوية. نديرو واحد شوية ديال السمن باش ما يجيش مجهد، نديرو غير واحد شوية بس هاديك النسمة ديال اللحم. غادي نديرو واحد كاس ديال الماء، نحركو هكا مزيان، نشربو فيه اللحم. غادي نزيد واحد شوية تاع المدون الغذائي زعفران، اللحم راني غسلتو درتو يقطر، يقطر مزيان، وعاد غادي نشرملوه ونخليه واحد الساعة في هاد الشرملة ديالو، عاد نشعلو عليه. صافي غادي نخليوه بحال هكا واحد الساعة، وعاد نزيدو له الزيت شوف، ونديرو فيه الزيت، نزيدو له شوية الزيت على حسب الطنورة، ونخليوه فيه الزيت. نديرو العجن ديالنا، هادشي للعشا إن شاء الله. إيوا حنا دابا الغدا غادي نديرو قطبان، أنا مشرملاهم، نستعملو شوية ديال البصلة. نديروهم في القطبان ونجدوهم للغدا، نزيد واحد شوية ديال البصلة هكا، نخلي هاديك البصلة تطلق فيهم شوية عاد نعمرهم. دابا الوقت لي اللحم غنخليوه يتخمر في هاديك المقارنة ديالو، غادي نصاوبو زعلو. غادي نصاوبو زعلو بواحد الطريقة سهلة نورمالمون، أنا دايما كنشويها دابا مكاينش الوقت، غادي
فديرها هكا تتبل من شويه هكذا والو تقطعها غير هاد ذوقها هكا شوف شي مرس مادر نقطعها بهذه الطريقة ثم نسليها كلها حتى دقيقة نسليها كاملة مهم هي الدنجال ديالنا قطعناه كامل حكيت هنايا أنايا جوج غطاشات وواحد ربع طروسة ديال التومة أنا كتعجبني التومة بزاف غادي نديرها فوقو هكا وغادي ندير هنايا المعدنوس غادي ندير الزيت الزبدية وندير الكمون والملحة والتحميرة هاي الزيت الزبدية واحد كاس ديال الزيت هي هاد الطريقة ساهلة بالنسبة للناس اللي ما كيكونش عندها الوقت بزاف دغيا دغيا كتوجد بلا ما تقلي تشوي وتقشري هي هكا دغيا دغيا كتوجد هاي التحميرة البنات كانت تقطع لي الفيديو درت التحميره الملحه الكمون وشويه القزبر يابس وشويه السودانيه ونرجعو يطيب المهم البنات ها هو الدقيق ديالنا من بعد ما طاب ها هو شوف كيولي غير شويه كيجي زوين ودابا حنا رجعنا الحميد قلى ها هو تقلى مزيان وغادي ندير دابا الزيت وندير القرفة عواد وندير البصلة دابا غادي ندير الزيت ها هي كاس ديال الزيت انا ما كنديرش الزيت البلدي زيت الرومية ندير غير زيت الرومية عندنا القرفة هاهي مغسولة وغادي ندير شوية ديال البصلة غادي ندير شوية حيت أنا دايرة تا دجاج ماما دارتو قبيلة ما صورتوش سبتها نصبعتو هاهو ندير هنايا هاد شوية ديال البصلة ولي باقي غادي نديرو في الدجاج دابا غادي ندير فيها الوقت ديال المطايب دابا غادي ندير المطايب اهو نخليه يطيب على نار مهيبة يطيب على خاطرو هو الدجاج ديالي هنايا راه طاب غادي نحيدو ونرجع البصلة نخليها طيب باش نصاوبو الطغميرة ديالو انا البنات وجدت واحد الكيكه باش نشربوها دابا مع اتاي هي جات زوينه ما صورتهاش المهم فيها كاس ست البيضات وفيها كاس ديال سنيده ديال العنبه وكاس قلارب ديال الزيت وكاس حليب وجوج كيسان ديال جوج كيسان ونص ديال الطحين وثلاثه ديال الخمارات ومعلقه ديال الكاكاو وفيها درت فيها الزبيب لداخل كتجي زوينه ها
شو كيفاش كتجي هي مفشفشه ماشي معجنه، فيها الزبيب لداخل، ودرت فوق منها لاصوص ديال الشوكولات الحليب والشيكولا والكاطو. هاد التخربيق تاع لي فخويسك دابا غنشربو اتاي وعاد غادي نحضروا العشاء، تيودي العشاء ان شاء الله. خليكم معايا شوفي في القجر دابا لو طون باش وجدت العشاء. عندي هنايا درت بطاطا مسلوقه شلاطه، درت فيها معاها شويه ديال الكركاع، شويه ديال الخضره، وهذا ندير شويه ديال الزبيب. هاني درت فيها كما قلت لكم كركاع والزبيب والذره، دابا غنزيد فيها شويه الزبيب هكا، غادي ندير واحد لي ساشي. هذا الساشي ديال الطماطم ديال الشلاطه كتجي زوينه في البطاطا. غادي ندير المايونيز نتوما ما تخليو لنا لي صور. انا كنخدم بيديا، ندير بطاطا هكا نخلط كلشي. كتجي فيها الحموضه والحلاوه، كتجي زوينه. غادي نشوف الرسب عندي تاع الكورنيشو، غادي نزيدو معاه. وعندي هنا البرقوق، غادي نديرو حتى هو يطيب. الدنيا جبت لي شويه الزبده في الثلاجه، الزبده درت له الماء. ندير السكر هكا، القرفه، شويه الزبده، ونخليه يتعسل. ندير له هكا القرفة عوانت، ندير له الزبدة بحال هكا، نرجع الزبدة وهنا البطاطا ديالنا صافي. دابا هاني البطاطا حطيتها، غادي نديرها على جنب ونكملوا اللي باقي. دابا غادي نديروا اللوز نديرو اللوز تسقلا، كنديرو في زيت باردة باش يجي مقروش. باش ما حد زيت سخون وهو كيطيب من الداخل، ما يجيش من برا مقروش من داخل خضر. الدنيا واخده مقطعه، غادي نديرو هذا الزعلوف ديالنا.
تجي زوينه هاد الطريقه ديالك ولا ما تشويوه ما والو ديريكت طيبو. انا دابا غادي نحط اللحم حتى يا ماما ايوا دابا غادي نحطو ان شاء الله الطبق الثاني غادي نحطو الدجاج
ouvert un scribble comme ça. Ça me t'aurais bien marqué dans l'os. البنات خليتكم على خير صافي سالينا دابا اللي كنغسل الماء هانتوما كتشوفوا الروينه ها نجمع هاد الدنيا ونجمع الكوزينه ان شاء الله والضيف ديالنا راهم كياكلوا الدسير وهذه هي صبحوا على خير وعوش مبروكه وان شاء الله المره الجايه نلقاكم في احسن الاحوال يلا خليتكم على خير.